العاصمة السعودية الرياض. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الرابع عشر على خليجية. ترجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الصقور الخضر يختتمون وديات المرحلة الأخيرة من الإعداد للكأس الآسيوية بالانتصار على هونغ كونغ. وسط حضور جماهيري كبير، الأول بارك يشهد انطلاقة السوبر الإسباني بمواجهة ديربي مدريد. غدا برشلونة في مواجهة أوساسونا بنصف نهائي السوبر الإسباني، وتشافي يؤكد أهمية اللقاء، وأراستي عبر المؤتمر الصحفي المنافسة صعبة. رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن عن شراكة جديدة مع العلامة التجارية الرياضية العالمية أديداس. ملعب المملكة أرينا استعدادات متواصلة وعمل دؤوب تأهبا لاستضافة كأس موسم الرياض. رالي الدكار السعودية 2024 أصعب المراحل تنطلق غدا، ويزيد الراجحي يواصل المحافظة على صدارة فئة السيارات. أخضر اليد يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية 21 للمنتخبات بمواجهة المنتخب الياباني. هذه على أول الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب ضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو ماجد تواجد أبو تركي. هلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله بوجود. وصرت غار واجد، أنا مرة غار. ليش؟ ها؟ صورك مالية شوارع جدة يا أخي. كان أخذتني لو كذا على جنب يعني. ماجد المفروض يحطون صورتك، أنت ما يحطون صورة أحد ثاني. يشيلون صورتك يعني؟ إي طبعا. أجل خلي نطرش حق وليد علي عشان ينبسط نواف الودعاني. نطرش حق وليد علي. نطرش حق وليد علي إيه عشان ينبسط نواف الودعاني، بس هو اللي معطيني الإفيه هذا. أبو علي مسحها في وجهي، تكفى. لا أكوى اتكلم، لا يدخل اللهجة الكويتية. لا ما شفتها بالمصر. أنت لو تسمع ماجد بالتونسي يا ولدي. على طول اعطي يا ولدي. كابتن وليد سعيدي بوجودك معنا، اهلا وسهلا. يا هلا بوجود وعلى اخوان الكبار وعلى مشاهدين برنامج كوره. صراحه والله وجود وايد مشتاق وايد والهان صراحه. برنامج كوره هي دائما اقولها هي عائلتي وانت اخوان الكبار. قريبا قريبا نلتقي ان شاء الله كابتن وليد، تجي تشاركنا بالرياض. ابو عبد العزيز اهلا وسهلا. يا هلا والله وسهلا فيك، ان شاء الله حلقه جميله باذن الله. ابو امير اهلا وسهلا. يا هلا بيوت حبيبي، تحياتي لك والغالي الغالي العزيز ابو عبد العزيز والكابتن الكبير وليد علي وكريستيانو الاعلام طبعا ماجد التويجري ابو الالقاب اللي ما خلنا لقب ما شاء الله، ندور القاب ما احنا لاقيين اخرها الشيخ ناصر القطان ما شاء الله. قل امين. الله يذكرك الشهاده. الله يذكرك الشهاده. قل امين. قل امين. الله يذكرك الشهاده. امين. معقوله افتتح الحلقه بدون ما اقول اللي صار امس؟ أنا الآن لقبني تركي العجمة أفضل إعلامي في الشرق الأوسط، مصابيح ترند كورة، حاتم خيمي فاكهة كورة. الآن الألقاب صارت تجيني من المشايخ. الشيخ ناصر القطامي الله يجزاه الخير أمس وش لقبني؟ الإعلامي الرياضي المشاكس. بيت على فكرة لاعب الجبلين السابق، أوكي، سليمان الروضان رحمة الله عليه، لاعب الجبلين السابق، وأيضا يمكن العضو الشرف الوحيد اللي جامع بين عضوية الهلال والنصر أعطاه إياه عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه وعبد الله بن سعد رحمة الله عليه. أضف إلى ذلك عياله كلهم، وهو قائد في الخطوط السعودية سابق، قائد من القيادات الكبيرة، وعياله كلهم شغالين في شركات طيران.
شكلهم بيسكنون في طيارة ذولا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. رحمة الله عليه بس عشان الناس ترحم عليه. وشكرا للشيخ ناصر القطامي على اللقب الجديد ومشاكس كورة حاضر على طاولة كورة. طيب نوجه التحية للشيخ ناصر القطامي يعطونا التقرير لأن ماجد ممكن يقول كل شيء صار اليوم في الحياة. تغلب المنتخب الوطني على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة هدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري. وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني عبد الرحمن غريب من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وعزز فواز الصقور تقدم الأخضر في الدقيقة 86. وبذلك اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء معسكره الإعدادي الذي أقيم في سيلين بدولة قطر خلال الفترة من 31 من ديسمبر وحتى 10 من يناير، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر. من جهة أخرى سيمنح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة صباح يوم غد الخميس على أن يكون التجمع مجدداً مساء اليوم نفسه في مقر معسكر في العاصمة القطرية الدوحة. يجدر الإشارة بأن الأخضر خاض خلال المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي ثلاث مواجهات ودية أمام منتخبات لبنان، فلسطين، هونغ كونغ. أكثر سؤال يعني يدور في بال المتابع للمنتخب أنه المباريات غير منقولة تلفزيونياً، هذا تعتقد أن المدرب هنا قاعد يحاول يحمي اللاعبين من النقد من الآراء اللي ممكن تكون سلبية في مباريات ودية؟ ما أعتقد أنه وجود قرار مدرب، أعتقد أنه قرار اتحاد، لأنه حدثت مع مدربين سابقين في فترة إعداد قريبة ماضية. لكن قد يكون قرار مشترك بين المدرب والرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي الغالب معظم المدربين ورؤساء الاتحادات اللي يتفقون على قرارات من هذا النوع موش الهدف أنه يحمي اللاعبين من الانتقادات بقدر ما هو هدف أنه عدم اطلاع مثلا المدربين الآخرين المنافسين في نفس المجموعة على آخر استعداداتك والتعرف على التشكيلة عن قرب والتعرف على أسلوب اللعب. وتعرف أنت بوجود في النهاية ترى إحنا بنلعب في مجموعة، يعني يمكن أكثر منتخب قابلته في المجموعة هو المنتخب العماني اللي قابلته 23 مباراة، ورقم ما في مقارنة بينك وبينه، أنت منتصر في 16 مباراة ومتعادل في 4 مباريات وخسران 3. المنتخب الثاني قرقستان صح؟ ما لعبت معه إلا مباراتين وكلها فايز. المنتخب الثالث تايلاند لاعب معه 16 مباراة لاعب فايز أنت في 14 ومتعادل في واحدة وخسران واحدة ولك رقم من الأهداف لا في مرمى المنتخب العماني ولا المنتخب التايلندي. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني مسألة وجود المنتخب في كأس آسيا في الدوحة 2023 في هذه المجموعة مجموعة مريحة، أنت قادر بقوة على أنك باللاعبين الشباب واللاعبين الجدد أنك تتجاوز المرحلة، لكن الأصعب بيجي قدام، الأصعب بيجي قدام. وأنا دائما أتمنى أنه المنتخب في المجموعة هذه يحقق المرتبة الثانية في الترتيب حتى يكون له أسهل في المرحلة المقبلة، وتمنياتنا للأخضر بالتوفيق. أبو عبد العزيز، شوف هو يعني مع كامل الاحترام طبعا لهم في قراراتهم، لكن أنا أشوف أن هذا موضوع قديم جدا أنك ما تنقل المباريات. عدم نقل المباريات في السابق كان ممكن، لكن الآن أنت في زمن المعلومة والصورة والسوشيال ميديا، ما أتوقع أنه عدم نقل المباريات. بالعكس أنا تابعت كل المنتخبات الأخرى كلها ناقل مبارياتها التجريبية، سواء إمارات، عمان، يابان، كل حتى قرقستان، حتى الأستراليا، كل الفرق اللي لعبت مباريات ودية انقلت مبارياتها. ما كان عندها ذيك يعني سالفة عدم نقل المباريات، ما أشوف أنا فيه يعني حتى اللعيبة أصلاً جايهم الكلام سواء نقلت مباراة ولا ما نقلت، اللعيبة جايهم الكلام وواصل لهم الكلام.
أنا أشوف أنه أساساً البطولة الآن بعد ما صارت 24 فريق أصبحت مرحلة المجموعات مرحلة تمهيدية استمرار للمعسكر، يعني مع كامل الاحترام والتقدير لمنتخبات عمان وقرقستان وتايلند، إلا أن هذه المنتخبات ما هي المنتخبات اللي تقول أنها ستعطل المنتخب السعودي. المنتخب السعودي اليوم وله غرور أو تعالي، ولكن إمكانيات المنتخب السعودي اليوم أعلى بكثير من منتخب مثل عمان أو تايلند أو قرقستان. أضف إلى ذلك أن البطولة أو المجموعات يتأهل الأول والثاني وأفضل 4 ثوالث من 6 مجموعات، يعني مسألة التأهل إلى الدور الثاني أو دور 16 أمر شبه محسوم. فمسألة قفل التدريبات أو عدم إذاعة المباريات أشوف أنها تسبب ضغط على اللاعبين أكثر من لو كانت منقولة المباريات. فالأخير إحنا يوم الثلاثاء القادم أول مباراة لنا أمام عمان، وبنلعب قدام عمان والكل بيشوف منتخبنا. منتخبنا شفناه أساسا مع باكستان ومع الأردن وشفنا الأداء اللي قدمه. لازلت أقول أن مرحلة المجموعات مع كل الود والتقدير والاحترام وأنه عدم تعالي، منطقيا السعودية ستتعداها إن لم تكن أولا، وهذا الشيء الطبيعي أكيد بتكون ثاني، أو يعني إذا أنا بروح وبصير الرابع على تايلند وعمان وقرقستان هذه كارثة، يعني مصيبة أن السعودية تصير رابع، يعني ما مستحيل، ممكن تصير لكن إن صارت هذا يعني يلزم فيها قرارات صراحة ما هي شيء. هذا يعني المفروض أن منشيني يطلع من قطر على ديرته، ما عاد يرجع لنا إذا بيجيب رابع في المجموعة زي هذه. يعني هذا مع احترامي أنا أشوف أن البطولة ستبدأ للسعودية من دور الثمانية، يعني حتى دور 16 أنا أشوف أن حنا المفروض أن حنا نتعداه في ظل الإمكانيات اللي عندنا واللاعيبة اللي معنا. كابتن وليد، أنا أتفق بشدة مع أبو عبد العزيز بالنسبة أول لنقل المباريات. الآن إحنا يعني في زمن الإنترنت والإعلام والسوشيال ميديا ونقل الدوري السعودي على مستوى العالم، فإمكانيات اللاعبين كل المدربين المشاركين في كأس آسيا عارفين مدى نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للمنتخب السعودي، وكذلك حتى لو كان منتخب يعني جديد على آسيا المعلومات ستصل لجميع المدربين. فأعتقد أنا يعني يجب أن تنقل المباريات. الآن المشاهد أصبح قريب جدا من اللاعبين من الاتحاد المتابع، يجب أن تصل المعلومة بشكل أفضل من خلال نقل المباريات. بالنسبة للمجاميع أنا أعتقد كل المنتخبات المصنفة أولى هي مجاميع سهلة كأنها تصفيات للدخول إلى كأس آسيا. أعتقد يعني اللي تأهل من المجموعة تبدأ كأس آسيا صراحة، يعني بزيادة عدد الفرق. أنا يعني يمكن من رئيس الفيفا لما يقول في حتى في كأس العالم القادم زيادة عدد المنتخبات لنقل المباريات أكثر، هو اللي أمور تسويقية أكثر، الدخل المردود المادي يكون أكثر، ولكن المتعة الكرة والمنافسة أكثر بعد المجموعات سواء في كأس آسيا أو في كأس العالم. وأعتقد بوجهة نظري من خلال الدوري السعودي القوي واحتكاك اللاعبين المحليين مع أفضل محترفين على مستوى العالم يجب على المنتخب السعودي، وما يشوف أي لاعب كرة قدم بوجود ما يسمح لاعب كرة قدم إلا ما يلعب تحت الضغط، يجب أن يلعب تحت الضغط. كرة القدم هي تحت الضغط، متابعة الجمهور، تلعب على مستوى عالي سواء كأس آسيا كأس العالم، وفي مستوى دوري على يعني مصنف من ضمن أفضل 7-5 دوريات في العالم، يجب أن اللاعبين المنتخب السعودي يلعبون تحت الضغط، ومفروض تكون مجموعة سهلة بالنسبة له. أبو أميرة، أولاً بالتأكيد يعني اتفق تماماً، يعني مش معقول يعني في هذا العصر تخفي مباراة، ما في شيء مخفي الآن في العالم كله، ما شفنا مباراة يعني بدليل إنه ولا فريق ما شفنا مباراة وممنوعة من النقل غير إحنا. طيب لو افترضنا جدلاً إنه صحيح، طيب أنت بتخفي عن مين؟ مع احترامي بتخفي عن قرغستان ولا تايلند ولا الشقيقة عمان؟ لو بتخفي عن مثلا اليابان وكوريا وإيران وأستراليا، هم الأفضل بالترتيب. طب هذا حيشوفوك الأسبوع الجاي، حيشوفوك الثلاث المباريات الأولى، يعني بصراحة أمر غير منطقي تماما. طيب يمكن هو يبغى يحمي اللاعبين يا أبو أميرة من نقد السوشيال ميديا، وتعرف المدربين يحبون يطبقون طرق
ما تكون مألوفة، يلعب لاعب في خانة غير الخانة، يجرب يشوف. أحيانا الجمهور ما يتحمل هالكلام ويبدأ يهاجم وينتقد. والله يا بجود سؤالك منطقي، ولكن الإجابة واضحة، إنه هذا المنتخب الآن لعب مباراتين رسمية اللي هي باكستان والأردن، تمام؟ وشافوهم اللاعبين، واللاعبين بيشوفوهم عنديتهم وبيتعرضوا للنقد في كل وقت في كل مكان وكل زمان. الآن في المنتخب أيضا، يعني أنت تلعب المنتخب ومنتخب اسمه المنتخب السعودي، يعني أحد أكبر منتخبات آسيا ولقب بسيد آسيا كثيرا، طبيعي أنك تتعرض لنقد كلاعب. يعني يعني المدرب إذا بيحمي اللاعبين الآن، طب حيحمي الأسبوع الجاي، حيحميهم لا سمح الله لو صار شيء، وشلون بيحميهم في الرسمي؟ يعني بالعكس، أنت هذه المباريات برافة للجاي في كل شيء، برافة فنية، برافة نفسية، برافة للتعامل مع المعطيات، مع الإعلام، مع هذا الصح. تضع اللاعب في كل هذه المعطيات وتجهزه للرسمي بكل هذه المعطيات أيضا، وبالتالي اللاعب يؤدي. أعطيك شيء بوجود الآن، يعني الآن أنت حميت اللاعبين في المباراتين هذه الودية الثلاثة، تمام؟ لا سمح الله جات المباراة الجاية ومجموعة من اللاعبين مستواهم هذا تعرضوا للنقد، بالعكس أنت هنا حتصدمهم صدمة كبيرة. هنا الآن بتجهزهم، وهذه وجهة نظرنا ووجهة نظري. يعني في ظل الإخفاء هذه المباريات ننتظر قنبلة من مانشيني، يعني ننتظر مفاجأة عظيمة جدا. وما أعتقد الآن في الكورة ما في مفاجأة، كل الفرق معروفة وكل المعطيات معروفة. مانشيني يعني المباراة الأولى لعب بثلاثة قلوب دفاع، اليوم لعب باثنين، يعني عنده ممكن يلعب في مباراة بهذه الطريقة ومباراة بهذه الطريقة. واللاعبين السعوديين مكشوفين في خلال الدوري من خلال المباريات السابقة. فمن في النقطة هذه تحديدا يعني لا أتفق صراحة مع مستر مانشيني، ولكن نتمنى أنه النتائج تكون في صالحنا إن شاء الله. هذا أهم شيء عندنا المحض، النتيجة. نحن نتناقش حول أمور معينة ونختلف ونتفق، فكلنا نتفق بالتأكيد على أنه نتمنى المنتخب يفوز ويبدع بعون الله تعالى. فاصل قصير بعد هنا. الصقور الخضر يختتمون وديات المرحلة الأخيرة من الإعداد للكأس الآسيوية بالانتصار على هونغ كونغ. وسط حضور جماهيري كبير، الأول بارك يشهد انطلاقة السوبر الإسباني بمواجهة ديربي مدريد. غدا برشلونة في مواجهة أوساسونا بنصف نهائي السوبر الإسباني، وتشافي يؤكد أهمية اللقاء، وأراستي عبر المؤتمر الصحفي المنافسة صعبة. رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن عن شراكة جديدة مع العلامة التجارية الرياضية العالمية أديداس. ملعب المملكة أرينا استعدادات متواصلة وعمل دؤوب تأهبا لاستضافة كأس موسم الرياض. رالي الدكار السعودية 2024 أصعب المراحل تنطلق غدا، ويزيد الراجح يواصل المحافظة على صدارة فئة السيارات. أخضر اليد يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية 21 للمنتخبات بمواجهة المنتخب الياباني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية. نشوف تقرير عن المنتخبات اللي مع مجموعة الأخضر. قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر خلال الفترة القادمة، فإن الحديث يقودنا إلى حيث يقع المنتخب السعودي في هذه البطولة، ومن هي المنتخبات التي يمكن أن تتواجد في دائرة المنافسة والمرشحة لتحقيق اللقب الآسيوي. 24 منتخباً تحتضنهم قطر خلال شهر كامل تقريباً عبر 6 مجموعات. المنتخب السعودي سيكون على رأس المجموعة السادسة،
والتي تضم إلى جانبه منتخبات عمان وقرغزستان وتايلاند. ومن خلال النسخ السابقة فإن الأخضر يتواجد بالمرة 11 في البطولة بعد أن شارك في 10 بطولات ابتداء من عام 1984 وحتى 2024. ثم يأتي المنتخب التايلندي الذي يحضر للمرة 8 بعد 7 مشاركات سابقة، يليه منتخب عمان بأربع مشاركات قبل هذه البطولة، ثم منتخب قرغزستان الذي يتواجد المرة 2 بعد مشاركته في النسخة السابقة. وبالنظر للمنتخبات 24 المشاركة في هذه البطولة، نجد أن منتخب قطر هو الأبرز في المجموعة الأولى والمرشح للوصول لأدوار متقدمة، بينما يأتي منتخب أستراليا كمرشح عن المجموعة الثانية، ومنتخب إيران عن المجموعة الثالثة، أما المجموعة الرابعة فيحضر المنتخب الياباني كأحد أبرز المرشحين لتحقيق البطولة وليس للتأهل للأدوار الإقصائية فحسب. وفي المجموعة الخامسة يأتي منتخب كوريا الجنوبية الذي يعد مع منتخب اليابان أحد أبرز المنافسين بقوة لتحقيق اللقب القاري. أبو عبد العزيز، مين في المجموعة مسوي لك قلق أو تحس أنه ممكن يكون مزعج؟ شوف طبعاً كرة القدم فيها ميزة، يعني ليش حنا متعلقين في كرة القدم؟ إن فيها نتائج غير منطقية، ممكن أضعف فريق يفوز على أقوى فريق، وهذا وكرة القدم ممكن الفريق ما يصير في يومه هذاك اليوم، ممكن اللعيبة ما يكونون في يومهم، أو ممكن يكون الفريق في أحسن حظ له أو أحسن توفيق له ويفوز عليك. ما هي المنطقية تقول أن السعودية في كفة وبقية الفرق الأخرى في كفة أخرى، حتى في التصنيف الدولي تجد السعودية وينها موجودة وهذه الفرق الثلاثة اللي معها وين موجودة. لكن إذا احنا بنتكلم التحذير أو أن احنا نقول للعيبة خلوكم صاحين الفرق اللي قدامكم، احنا نشوف عمان منتخب شاب، منتخب جيد، وصل إلى نهائي كأس الخليج الأخيرة، قاعد يتطور بشكل جيد. إذا احنا بنتكلم عن عمان، تتكلم عن تايلند منتخب امتداد لمنتخب الشباب عندهم والمنتخب الأولمبي وقاعد يتطور بعيدين عنه لكن أفضل من السابق. قرقستان لعبت مع أظن الإمارات وخسرت في آخر مباراة 1-0. في الأخير إذا اللعيبة السعوديين نزلوا بالتركيز حقهم، بالهمة حقتهم، بالحماس حقهم، وبالأداء الفني المعتادين منه، في جاب كبير بين السعودية وبين كل الثلاث فرق. أنا أشوف على الترتيب عمان بحكم أنه طبعا دائما نلعب معهم قريبين من عندنا، ممكن يكون فيه الشد العصبي في المباراة يقلل الفوارق شيء بسيط، بعدها تايلند والأخير قرقستان هي اللي مقلقتني، يعني على الترتيب هذا عمان تايلند قرقستان. أبو أميرة، طبعا بدي أتفق، عمان تايلند قرقستان. قرقستان يعني صراحة يعني لو مو زيارة الفرق مستحيل تشوف فريق مثل قرقستان في النهايات، وهذا أمر كبير والله وجود. يعني بصراحة الكرة كرة القدم نعم فيها جانب مادي وفيها مكاسب وفيها، لكن يجب أن لا تطغى على الأمور الفنية. وهذا يعني تخيل أنت الآن مثلا، يعني زمان رئيس الاتحاد الدولي السابق زاد الفرق، رئيس الاتحاد الإنفانتينو الآن زاد الفرق فوق 40، هل نتوقع أن رئيس الاتحاد القادم كمان يزيدها؟ كل واحد يجي التطوير لا مش التطوير، أوكي هو في جانب مادي طبعا هو بيبحث عن المكاسب المادية، لكن بصراحة بنشوفها بتطغى على الجانب الفني. تخيل كأس العالم الجاي في فرق بدون ذكر أسماء حتشوفها في كأس العالم، يعني بصراحة الوصول لكأس العالم أصبح سهل، هنا نقطة علامة استفهام كبيرة جدا. المنتخب السعودي بالتأكيد عمان، يعني ديربي خليجي بالتأكيد تكون المباراة فيها جانب حماس كبير جدا من الفريق العماني. أي فريق في الخليج قابل المنتخب السعودي يلعب بحماس كبير باندفاع كبير، ودائما المنتخب العماني ما شاء الله يجدد في فريقه، يعني عندهم رغم قلة الإمكانيات، رغم ضعف الدوري، رغم أمور كثيرة، لكن تجد منتخب بكل أمانة منتخب محترم، منتخب معقول، منتخب منظم دائما وأبدا. المدرب ما شاء الله له سنوات، برانكو إيفانكوفيتش كلنا نعرفه، درب منتخب إيران زمان، درب هنا الاتفاق، درب الأهلي، درب كثير في الخليج، ف يعني في استقرار في الفريق العماني، حتشوف فريق منظم.
نتمنى منتخبنا يعمل حسابه لهذه المباراة الأولى، خاصة منتخب العماني ما حيكون سهل. أهم شيء إحنا أقوى فنيا، لكن نكون أقوى أيضا في الحماس، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. المباراتين الثانيتين أتوقع حتكون سهلة جدا على المنتخب السعودي. الأهم يا وجود في النهاية إنه هذه الثلاث المباريات نكون فيها على أعلى مستوى تكتيكيا حماسيا، حتى نجهز أنفسنا للقادم الأصعب. في شوف أربع منتخبات بكل أمانة الأفضل مننا في آسيا الآن نتكلم الآن في الوقت الراهن، في التغير اللي حصل في المنتخب السعودي على الترتيب: اليابان، كوريا، إيران، أستراليا. هذه وجهة نظري، هذول اللي أقوى منك الآن، لكن لو قابلتهم يعني تستسلم؟ لا، المنتخب السعودي تعود يهزم أي فريق، يعني ويمكن المثل الأكبر بالنسبة لنا فوزها على الأرجنتين، وبالتالي إحنا نجهز نفسنا للقادم واحدة واحدة نأخذها. وعجبتني أنت في سؤال أمس برضو سألت الزملاء عن هل 2007، نذكر 2007 ولا 1% كان أحد يتوقع بطولة المنتخب السعودي لدور الأربعة، وصل للنهائي وكان قاب قوسين وأدنى من الحصول على البطولة. لهذا إن شاء الله نعمل بهذا الشكل وبهذا الفكر، إن شاء الله نصل. كابتن وليد، شخصية المنتخب السعودي واسم المنتخب السعودي، وخاصة يعني أفضل سيناريو قدمه منتخب سعودي في كأس العالم أمام منتخب الأرجنتين، قدم مباراة جدا كبيرة وحقق 3 نقاط. العام أمام منتخب البولندي كان هو الأفضل، كان هو المسيطر، لولا بعض الأخطاء اللي كلفت المباراة وخسر المباراة كان هو الطرف الأفضل. مباراة مكسيك كذلك، ولكن وجود منتخب سعودي في هذه المجموعة يعني محفز للمنتخبات الأخرى. ولو أن أنا أقول أن أوزبكستان مع منتخب تايلندي هي 6 نقاط مضمونة في الجيب بالنسبة للمنتخب السعودي، ولكن مو معناته أن مباراة سهلة وأنا راح أضمن 3 نقاط. يجب أن يكون هناك عمل كبير من قبل اللاعبين، لأن سيجد صعوبة خاصة في كرة القدم لما تكون أنت الطرف الأفضل، ستجد الفريق المنافس اللي أمامك يعني يلعب على أغلاق المنطقة، وهذه يعني مزعجة للاعبين اللي يبحثون عن الفوز وعن تسجيل الأهداف، وخاصة يعني في كرة القدم اللياقة البدنية موجودة عند جميع اللاعبين جميع المنتخبات. لما تكون اللياقة البدنية حاضرة التركيز الذهني يكون حاضر، فيجب أن على المنتخب السعودي استغلال جميع الفرص. يعني كل مباريات راح تكون يعني عنده محاولات لخلق الفرص، ولكن أهم من هذا هو كيفية تسجيل الأهداف. يمكن أعتقد بالمجموعة هذه فقط منتخب العماني مثل ما تفضل إخواني، يعني كون أنه يعني منتخب خليجي كأس الخليج والتصفيات، يعني منتخب العماني من المنتخبات المتطورة حتى في كأس الخليج الأخير، والاستقرار موجود. تغير منتخب السعودي نوعا ما عن كأس العالم، بعض الأسماء أسماء جديدة، وهذا حال كرة القدم. يعني فترة يكون هناك تدوير إحلال بالفريق، ولكن اليوم قاعد نشوف لاعبين واعدين يقدمون مستوى كبير مع أنديتهم. الأهم من هذا كله الإمكانيات اللي عندك تظهرها في لمنتخب وطنك، فوجود مثلا فيصل غامدي اللي احنا أشدنا فيه الدوري وجوده مهم من خلال الإمكانيات اللي قدمها مع الفريق، مع فريق الاتحاد. كذلك عون السلولي، أسماء جديدة في المنتخب ولكن أعطاهم كبير مع أنديتهم. جميع المنتخبات بوجود، أنا أعتقد المصنفين الأوائل مجموعة سهلة. أعتقد فقط مجموعة واحدة، مجموعة أستراليا وجود أوزباكستان سوريا سيعملون يعني يمكن قلق بالنسبة للمنتخب الأسترالي، وراح تكون منافسة بين سوريا وأوزباكستان على بطاقة التأهل المركز الثاني، فيمكن هذه المجموعة نوعا ما تقارب بالمستوى، ولكن جميع المجامع تكون سهلة للمنتخبات المصنفة الأولى. في اللحظات واحنا على الهواء، يعني رغم برودة الجو بالرياض، لأنه السوبر الإسباني مولع الدنيا، يعني حالة واحنا كذا في الاستوديو الأخبار قاعدة تجينا تواليا، والمباراة بصراحة يعني إلى هاللحظة اللي انت تبغاه من مباراة كرة قدم موجود، انت لاقيه، لا نجوم لا جمهور لا تنظيم رائع، وايضا المباراة يعني قاعدة تكافئ هذولا كلهم بانها قاعدة يعني تاخذ المباراة او تاخذ المتابعين لمرحلة اخرى. ابو عبد العزيز،
صراحة طبعا مباراة أو بطولة جدا ممتازة. طبعا بالنسبة لي أنا أتمنى أنه ريال مدريد اليوم وبرشلونة بكرة يفوزون على أساس تكون عندنا الديربي يوم أو الكلاسيكو يوم الأحد، كلاسيكو الأرض يكون إعادة لسوبر الموسم الماضي. صراحة مباراة جدا مميزة، شاهدنا طبعا بحكم عندنا البرنامج شاهدنا الشوط الأول انتهى ظن 2-2، كانت مباراة يعني قمة في كل شيء صراحة. ما عاد نتكلم احنا عن التنظيم اليوم، تنظيم يعني عندنا في السعودية خلاص تخطينا كل مراحل الإشادة بالتنظيم، نبحث عن ما هو أكبر وأشمل. الفريقين على أعلى مستوى، الملعب جدا ممتاز، النقل التلفزيوني، الجمهور، تواجد الجمهور، يعني مباراة أوفت بوعودها. وإن شاء الله بكرة برضو مباراة برشلونة تفي بالوعود، وطبعا أنا أتمنى اليوم يعني فوز اليوم ريال مدريد وفوز برشلونة بكرة لنتمتع بكلاسيكو الأرض يوم الأحد إن شاء الله في الأول بارك بإذن الله. شو رأيك أبو أميرة؟ والله طبعا يا بوجود، أول شيء الاختيار رائع، الملعب الأول بارك، تشعر المباراة في يعني ملعب في أوروبا بدون طبعا المضمار، في الملاعب الكبيرة عندنا طبعا الملعب هنا بدون مضمار، الشكل رائع، المضمون مباراة 3-3 الآن ووقت إضافي، مولع المباراة صراحة زي ما ذكرت، فعلا كل شيء تتمناه في الملعب موجود، الجمهور موجود، الحماس موجود، الأهداف المباراة رائعة، فيها كمية من الأهداف، الجمهور استمتع، وفي هدف لجريزمان طبعا هدف غاية في الروعة. نجاح البطولة بالتأكيد أنه الريال يفوز برشلونة، ونجاحها إن شاء الله ما يفوز برشلونة كمان بالبطولة تكون أنجح، بس بالنسبة لي أتمنى أتلتيكو اليوم وبرشلونة بكرة إن شاء الله، ويفوز برشلونة بالبطولة بعون الله، بس برشلونة ناقص يعني لعيبة كثر، لكن إن شاء الله يفوز بالبطولة. عموما يعني برافو صراحة للتنظيم، الاستضافة مثل هذه المباريات روعة صراحة، ويعني متعة ما بعدها متعة لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، واللي يجوا من برا يشاهدوا مثل هذه المباريات بالتأكيد متعة ما بعدها متعة. أبو أمير أرسل لي خوغير رسالة من يومين. إيه. إيش إيه؟ والله ما والله مو صادق. والله غلبته. حتى ذيك شوف أنا أقول لك شيء. هذيك اللي أرسل لك يا وجود السكة الأولى. بعدها أديت ثلاثة. والله. وليش إيوة كذا وما عجبتك رسالة؟ بعد إيش عرفك إيش أرسل ليه؟ قال لي ما تعرفه انت قدامي انا بوجود، هو تعرف حركاته ما شاء الله ياخذك لا بس فايز عليك، انا ما سمعت احد علق ولا احد رد، الرجال ارسل رساله وقال ان انتم ما تفوزون، انتم مطلعين اشاعات. والله بوجود تعرف الفريق الكبير لما يفوز دائما عادي، الفرق الصغيره ما تفوز يسوي لك صجه ورجه، اي عادي، لكن هو انت طالع على الهواء وقايلها هي عشان اعلن للجماهير انه لاعب كبير. اي الان في دوري بلوت في اي احد يبغى لعيبه بلوت تستقطبنا ممكن ما اسمع بجود ما لحقنا العقود احنا نلحق في البلوت الله يرزقك ان شاء الله الله يرزقك حبيبي الله يرزقك فاصل قصير بعد ونعود أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، نشوف تقرير عن تاريخ الأهداف السعودية في البطولات الآسيوية. الآن تم الجول، كرة اليمين جول 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 جول. مرة
في مكان سليم تماما. الثنيان كرة جول جول الثنيان هدف الأمان. يقطعها ويبدأ بها هجمة وبيلعبها الماجد، وماجد يحاول يعدي فيها وبيعدي وداخل نص الملعب وماشي ماجد نص الفريق الصيني وهاجم ماجد ويلا يا ماجد وداخل 18 وداخل 18 جول ماجد أحمد عبد الله. ولو هذا هدف شلوب الهدف الرابع يلعب له كرة وإلى طلال المشعل إلى شلهوب إلى طلال المشعل بطلال المشعل بالجول الله طلال المشعل ويسجل التعادل. اللاعب علي عبد الرضا تلعب الكرة بالجول الله نواف التمياط أو نواف التمياط يسجل في الثواني الأولى. مالك معاذ مالك طالع مالك داخل مالك بيحاول يمر لعبها لعمر عمر أمامية وفي المرمى جول سعد الحارثي تيسير. أبو أميرة كلها ذكريات ها؟ والله ذكريات الصراحة. يعني قبل شوي أتكلم عن تيشيرت المنتخب السعودي ثقيل، تاريخ كبير المنتخب السعودي في آسيا، ولابد أن نذكر أول من حطنا على خط هذه البطولة رحمة الله على أمير فيصل بن فهد، أول من النقلة الأولى لكرة السعودية، بناء الأندية بناء الملاعب، وبالتالي بدأ المنتخب يحصد في وقت لم يتوقع أحد من المنتخب السعودي. طبعا 84 نحصل على كأس آسيا في ظل قوة منتخبات جدا قوية وكانت تغلبنا بنتائج كبيرة في السابق. هذه البداية. طبعا بالنسبة للأهداف بالتأكيد أهداف عظيمة وجميلة، والكل نشكر كل اللاعبين وكل من مر على في هذه الأجيال بالتأكيد، وكل المسؤولين الذين أوصلوا منتخب السعودي أن نعتز ونفتخر بهذا المنتخب الكبير، وآسيا كلها تقف له احتراما وتخاف منه هيبة. الأهداف بالنسبة للأهداف أحب أروح طبعا بالنسبة لي أنا اعظم هدف ولا كده دائما في راسنا هدف اللي طبعا الاستاذنا الكبير الاستاذ علي داود اللي قال كسر طقم الصين كله، الكابتن الكبير ماجد عبد الله، ذاك بالنسبه لنا لن يغيب عن مخيلتنا ذاك الهدف ابدا ابدا ابدا، وبالنسبه لي هو الهدف الاول. وكل الاهداف بالتاكيد الان تعرض يوسف الثنيان هذا العبقري هذا اللي راح صغير اوروبا، هذا من اعظم لاعبين العالم، حيكون كنا نلعب ضده ونستمتع وهو بيلعب ضدنا، يعني كل امانه يعني يسحب في العالم وهو نايم، يعني هو كده متكي، هو عبقري موهبه فذه بس في الثنيان. ابغى اروح للاعب ايضا اخير ابو جود عشان لا اطول، المهضوم اعلاميا، ودائما نبحث عن المهضومين بصراحه. انا يعني المهضومين الاعلاميا دول يعني الواحد يزعل، وخاصه احنا وقفنا مواقفهم، يعني فهد المهلل راس الحرب الكبير هذا للاسف، يمكن انت يا ابو جود وبرنامجنا دائما يذكروه، دائما ناس كثير ينسوه ويتناسوه، لانه طبعا مش هلال في الهلال والنصر الجماهيريه طبعا عندي اللي فيها جماهيريه كبيره، ولكن يستحق ان نذكر فهد المهلل من المهاجمين الافذاذ اللي مروا على الكره السعوديه، ستايل بيبيتو رومارينو راس الحربه اللي يجيك سريع ومهاري ويعني يربك لك اي خط دفاع. والشيء بالشيء اذكر بوجود بالله اسمح لي هذه بس فقط لا غير داخله في الموضوع، في مباراة جاية روما والشباب صحيح في موسم الرياض صحيح، أعتقد اليوبيل الشباب الماسي أعتقد الفضي ما أدري،
اتمنى في هذه المباراه والله بكل امانه والله اتمنى انه هذه المباراه الان اتمنى معالي المستشار تركي آل الشيخ اداره الشباب الامير عبد الرحمن بن تركي انه يكون تكريم ايضا ترى ما اعتقد انها صعبه للكابتن الكبير العالمي سعيد العيران على غرار المباراه هذه هي مباراه قائمه يكرم هذا النجم العالمي الذي يكرمه الفيفا وللاسف هنا عندنا الى الان لم يكرم اتمنى من منبر روتانا العظيم وبرنامج كورة العظيم انه يصل صوتنا في هذا الموضوع ويتم تكريم سعيد العيران في هذه المباراه. ابو عبد العزيز ذاكرتك مع الاهداف. والله شوف اول شيء ببدا من اللي انتهى له حاتم صراحه شعور جميل من حاتم تجاه الكابتن الكبير فهد المهلل والكابتن الكبير سعيد العيران يعني لاعبين أنا كشبابي مستحيل أني أتخطاهم صراحة لعيبة تاريخيين في نادي الشباب وقدموا شيء كبير للشباب والكرة السعودية وأضم صوتي لصوت أبو أميرة وأشكر أبو أميرة على مبادرته يعني في الكلام عنهم وعن ما يعني حقهم الفني وحقهم الإعلامي والتاريخي. الأهداف إذا أنا بتكلم عن آسيا بطولة آسيا طبعا أكيد هدف ماجد عبد الله ومباراتنا مع الصين اللي في الإمارات أنا أشوف أنها واحدة من أهم المباريات في تاريخ الكرة السعودية يعني هي أنا أشوف أن هذه المباراة أهم من ما بعدها يعني بعد مباراتنا مع الصين لعبنا مع إيران في نصف النهائي بلنتيات ولعبنا مع الإمارات بلنتيات لكن أشوف أن هذه المباراة يعني بأحداثها بتأخرنا 2-0 نزول يوسف الثنيان نقلب النتيجة 4-2 يعني حدث مباراة ما هي ريمونتادا سعودية تاريخية أنا أشوف أن مباراتنا مع الصين في أبوظبي ومباراتنا مع الصين في سنغافورة تقريبا هي أهم مباراتين أو المباراتين التاريخيتين للمنتخب السعودي طوال كأس آسيا طبعا ما نغفل الجانب المهم لكل اللعيبة اللي مروا في التقرير سواء أكيد طبعا حنا بدينا بالكابتن ماجد وبعدها ياسر القحطاني تيسير الجاسم السهلاوي اللعيبة اللي سجل نواف التمياط لعيبة تاريخيين وحققوا أهداف يعني مميزة في هذه البطولة تحديدا ولكن أنا أرجع وأقول أن مباراتنا مع الصين بحكم أنها باكورة الإنجازات السعودية وهدف الجميل والسيد المهاجمين الكابتن ماجد عبد الله وأيضا مباراتنا مع الصين 4-2 الريمونتادا التاريخية والأحداث اللي صاحبت المباراة أتوقع أن هذه أجمل حدثين أو أفضل حدثين آسيويين في بطولات آسيا المنتخب السعودي. كابتن وليد وش تذكر من الأهداف السعودية في تاريخ آسيا إذا يجي على بالك شيء؟ والله شوف ذكريات كثيرة وإنجازات كبيرة واللاعبين اللي مروا صراحة من خلال التقرير سجلوا الأهداف خلفهم لاعبين عظماء لما استذكر يعني أهداف ومهارات اللي قدمها صراحة يوسف ثنيان اللي سابق عصره ماجد عبد الله أسطورة كرة قدم السعودية وكذلك يعني لما أتكلم عن جيلي مثلا تيسير الجاسم ياسر القحطاني 2007 ذكرت جميع مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا ممكن أعتقد يمكن التوفيق والحظ اللي ما حالفهم في المباراة النهائية أمام العراق لكن قدم مستوى جدا كبير مالك معاذ كان له دور كبير في يعني هجوم المنتخب السعودي انا استذكر نواف تمياط الخلوق صراحه هدفه على منتخب الكويت اعتقد في 96 بالامارات الهدف الذهبي 2000 اللي سجله 2000 وهدف يعني كان جدا جميل من مسافه بعيده وكان وقت هدف ذهبي هدف قاتل خلاص كنت استذكرها يعني بالتحديد يعني المباراه هذه ونواف تمياط لاعب راقي يعني بالملعب نفس اعتقد اللاعب الالماني اللي في ريال مدريد اللي يدخل مرتب ويدخل مباراه ويخرج مباراه مرتب وعمل كل شيء في المباراه فلاعب عظيم جدا نواف التمياط لولا الاصابات لا شفنا نواف التمياط يعني اعطانا عطاءات اكبر واكثر مما قدمها يعني فاصل قصير بعده نعود أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية نشوف تقرير عن هدافي آسيا
كابتن وليد، من تذكر من الهدافين العظماء في آسيا؟ والله كلهم يعني، ياسر القحطاني ومع يونس محمود الأهداف سجلوها والمباريات اللي قدموها صراحة. ياسر القحطاني كان له دور كبير صراحة في يعني حتى في الكرات العرضية، يعني ياسر ما يملك طول القامة ولكن توقيته وقت الجامب ويعني شلون كان ياخذها قبل المدافعين، يعني كان نجم حقيقي في هذه البطولة. ودور الكبير كان يقدم صراحة مالك معاذ مع المنتخب السعودي، كذلك يعني دور المنتخب القطري معز علي كان له دور كبير، علي مبخوت في 2015 والأهداف اللي سجلها. لما نتكلم حتى في 2004 كان يعني علي كريم اللي عم تخبيراني من أمهر اللاعبين في آسيا في جيله صراحة، كان يقدم مستوى كبير وكذلك هدافه، يعني هو كان يعني أكثر ميولا إلى صناعة الأهداف، ولكن إذا تجد أنه كان يسجل أهداف سجل الأهداف. كابتن حاتم، والله لفت نظرنا جاء في لاعب حبه مرة، يعني صحيح فرجنا عليه في الصغار، فتحي كميل نجم الكبير الكويتي هذا، يعني لما شفنا الثنائي بعدين هذا قبل كان يعني ملك التسحيب، كان معروف يمكن كنتم وليد ويمكن كلكم عارفين هذا الكلام، يعني لاعب كبير جدا مهاري، كان متعه ما بعد متعه، وتفاجأت انه كان احد الهدافين يعني ما شاء الله في احد البطولات، وهذا امر رائع بالتاكيد. الغريب كان في عبر التاريخ ما شاء الله، وصراحه تقرير رائع صراحه، انا اول مره اسماء اشوفه واتعرف على اشياء وراجع اشياء، معظم الهدافين كانوا من ايران، يعني اسماء كثيره كانوا من ايران. طبعا علي كريمي كان احرف اللاعبين، علي كريمي يعني لعب في بايرن ميونخ تلك الفتره، وصل الاحتراف على مستوى عالي جدا كلاعب سعودي. ياسر القحطاني 2007 بصراحه عمل بطوله اكثر من رائعه، هو مالك معاذ كانوا الاثنين في تلك البطوله تحديدا عملوا عمايل ما شاء الله تبارك، واهداف كانت رائعه جدا، ولكن تأكيد تاريخ كبير لنجوم آسيا. علي دائي النجم الإيراني الكبير كهداف، أيضا لعب في بايرن ميونخ، أسماء كبيرة صراحة غير اليابانيين والكوريين، وأسماء كثيرة جدا صراحة، أنا انبسطت جدا من التقرير. وعبد العزيز، شوف طبعا لو تشوف التقرير يمكن ما في إلا المعز اللي عنده 9 أهداف في البطولة، البقية كلهم 6 7 5 4، يدلك على أن البطولة كانت قوية وتسجيل الأهداف فيها صعب، لكن لما صارت في النسخة الأخيرة 24 فريق صارت الأهداف أكثر. حتى النسخة هذه أنا أتوقع أن الهداف بيكون من 9 أهداف وما فوق، يعني لأن لوجود فرق كثيرة مستواها الفني بيكون ضعيف. إذا بتكلم عن تاريخية الهدافين الآسيويين، دائما الواحد يكون الصورة الذهنية عنده عن المنتخبات اللي كانت منافسة للمنتخب السعودي، يظهر في المقدمة طبعا علي دائي كان منافس شرس، 2007 يونس محمود، طبعا الهدافين السعوديين ذكرناهم في الفقرة اللي قبل فما نزيد نذكرهم مرة ثانية، لكن أنا أتكلم يونس محمود، علي دائي، علي كريمي، فتحي كميل. استغربت صراحة عدم وجود اسم جاسم يعقوب، يعني بحكم أنه الكويت هي اللي أخذت 1980، ولكن اسمه مو موجود، فتحي كميل هو اللي كان هداف البطولة. صراحة استغربت عدم وجود اللاعب الكبير جاسم يعقوب ككابتن كهداف منتخب الكويت كواحد من هدافين آسيا. صراحة عدنان طلياني برضه استغربت عدم وجوده، لكن في الأخير أنا أرجع وأقول دائما يتعلق ذهنك بالمنافسين لك، علي دائي، كريمي، يونس محمود، وطبعا الهدافين السعوديين. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، نطلع شوي كده عن مواضيع المنتخب وآسيا، ونتكلم شوي عن الدوري، نشوف تقرير عن الأجنحة الأبرز في دوري روشن.
ابو امير، بعيدا عن الارقام، بعيدا عن الارقام، من اللي عاجبك يكيفك كذا مزاج؟ والله كله مكيف صراحه. لا واحد اختار، واحد 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 ما في، اختار واحد بعيدا اي واحد بعيدا عن الارقام تقول هذا احب اشوفه. واحد بس شوف بسرعه بسرعه لا تقدر شوف. اوكي بسرعه بسرعه اعرف حاتم الابغي مين؟ اوكي نروح للمهضومين. ما يا اخوي اختار واحد، انا مالي دخل مهضوم مظلوم محبوب. أوكي. انت مين تحب تشوف؟ احب اشوف. احب اشوف. اجل احب تحب تسمع ابو اميره قاعد تكسب وقت عشان تفكر. لا لا اللي مؤثر غير واللي يحب. يا اخي انت مين تحب؟ انت من تحب؟ مش عليك من الارقام، مين تبغى تشوف؟ احب اشوف رياض محرز. طيب كابتن وليد صراحه يعني وشوف وجود اولا لا حول يبغون وقت عشان يفكرون. اختار لك لاعب يا اخوي واحد الاسم بس، بس راح اختار يعني راح اختار لك واحد الاسم. يلا بسرعه بس اقول لك لا تقول لي، لا تقول لي، لا تقول لي يا حلال اختار عطني الاسم. مراد باطن. اي اي اوكي قول الحين اللي تبي. طبعا في كل مكان يعني في اي مجال تقول فيه جماليه، مثلا جماليه كره قدم الجمهور، من زيادة الجمال مثلا المعلم في التشكيلة، جمال التشكيلة هو اللاعبين الأطراف والأسماء الموجودة صراحة بغض النظر عن المساهمات والأهداف. أيه. كلهم لهم دور كبير، سواء ساديو ماني، سالم دوسري، ماكسيمان، مراد باطنة، رياض محرز. لو يعني لو رياض محرز يعطي 80% أو أنا أعتقد يمكن ظهر ب 50%، لو 80% راح ستجد رياض محرز مو بس بالمساهمات هو رقم واحد، وبعدين بينه جاب كبير لأن إمكانيات رهيبة. وصلنا للختام، موعدنا غدا في أمان الله. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن شراكة جديدة مع شركة أديداس، أصبحت بموجبها العلامة التجارية الرياضية العالمية المزود الرسمي لكرات القدم في دوري روشن السعودي ابتداء من فبراير 2024. وستقوم أديداس بتقديم كرة قدم حصرية تتميز بألوان فريدة مع انطلاقة موسم 2024-2025. وصفت شافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني بطولة كأس السوبر الإسباني بالمهمة التي يسعون الحفاظ على لقبها. وقال هرنانديز خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أوساسونا: كأس السوبر الإسباني بطولة مهمة بالنسبة لنا، حققناها الموسم الماضي بشكل فارق وكنا الأفضل، ونريد المنافسة على جميع الأصعدة رغم قوة الخصم الذي لن يكون سهلا ويمتلك مدربا قديرا للغاية. أكد المدير الفني لفريق أوساسونا جاكوب أراساتي على رغبتهم في الفوز على برشلونة والظهور بأفضل مستوى. وأوضح أراساتي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء أن فريقه ربما لا يكون مرشحا للتتويج بكأس السوبر الإسباني، ولكنهم سيبذلون كل ما لديهم بالبطولة. انطلقت اليوم منافسات المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024 التي بدأت من الهفوف إلى شبيطة بمسافة بلغت 645 كيلومتر، منها 118 كيلومتر للمرحلة الخاضعة للتوقيت. ووصل يزيد الراجحي محافظته على الصدارة مبتعداً بتسع دقائق وثلاث ثواني عن القطري ناصر العطية الذي انتزع الوصافة من الإسباني كارلوس ساينز سائق أودي. يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غدا مشاركته في البطولة الآسيوية 21 للمنتخبات والمؤهلة لبطولة العالم 2025 والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 21 من يناير الجاري.